انا هبه من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنت اتفضلي. بسأل الشيخ على حلم. معاكي طبعا، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. معاكي. هو بصي، حلمين، هو حلم بسرعه جدا وحلم تاني برضه لسه من يومين دول. طب سريعا يا هبه. انا دايما بحلم ان بابايا ميت، يعني دايما على طول من سنين كتير دايما نحلم ان هو هيموت. في اخر مره دي ان هو ميت وشايفاه قدامي هو ميت. معلش، هو مين اللي بتشوفوه على طول ميت؟ بابايا. باباك. تمام. هو في الحقيقة عايش؟ هو حي. في الحقيقة عايش. طيب اتفضلي. انا بخاف عليه جدا. واخر مرة لما حلمت بيه، حلمت بيه ان هو ميت وهو قدامي وشكله ميت. وانا قايمة من النوم معيطة، يعني قمت ودموعي فيها نايمة. تمام، ماشي. ليكي احلام تانية؟ الحلم التاني بقى، ان انا كنت في مكان غريب كده، كله خشب في خشب. وانا ومامتي كنا رايحين عند محل ذهب، بجيب خاتم او اجيب غويشة او حاجه زي كده، بس حاجه من الذهب يعني. وكان في شجره قدامي فيها تعبان، بس التعبان ده على ملفوف بشبكه، كل شويه يلمسني ويبعد بس مش بيأذيني. طيب تابعينا يا هبه. الشيخ هيرد عليكي حالا. ما اشوف ان انا بموت، واحد تاني ما يشوف ان مات خلاص يقول لك بعد، ده مشكله. وهي مخدودة برضو، عايزين ربنا نطمنها. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. اداهم فضل الدنيا. وبعدين قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ده نور الهدايه. ده ان شاء الله يزيد في الطاعه ويزيد في الرزق. طب انا في محل بتجيب منه ذهب، ورايح تجيب منه ذهب، حضرتك من متاع الدنيا. لأن الله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. طب أنا بشوف في شجرة وتعبان، وفي تعبان فيها. والشجرة هي الكلمة الطيبة. طيب فيها بعض الحاجات، في مشكلة في الزينة؟ لا، أنا هفتش برضه. لأن ربنا قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الأصل بتاع الثابت صحيح. بس أنا في حاجة، أيوة لازم تحافظ على أذكار الصباح والمساء. في حاجة مؤثرة.